في وقت مش بعيد علينا. اخترعنا انترنت. بيبي عنده قدرات كبيرة، كيما قاع صغار بدأ يمشي ويطيح، بالصح تعلم بالخف، كلش كان مليح حتى الحق وقت وين كلش تبدل، تبدلنا وبلاك بلا ما نفيقو. لقينا رواحنا متفرقين وما شفناش باللي انترنت هو اللي راهو يسوفري. لو كان برك نتحدو ونكونوا ملاح مع بعضنا ونحلو التخمام السلبي، رح نقدروا نرجعوا له الفرحة تاع زمان. رانا كامل مسؤولين على انترنت، وعلى هذا من هذا رمضان هاي نتهلاو فيه مع أوريدو. لكل تعبئة 2000 دينار وأكثر استفيدوا من 50 جيجا مهدات، وساهموا ب 50 دينار لصالح الأطفال المعاقين. عبئوا واستفيدوا في هذا رمضان. مع أوريدو نتهلاو في الانترنت، لأنه في كل الأحوال فيها خير لكل الناس.
أشهد أن أنت رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وش أعطني دراهم. ما عنديش زيدين. أعطيني دراهم. الله يهديك يا ولديك، ياك على بالك ما عنديش. أعطيني دراهم راسي ويوجع ما تعينيش. 200,000 راهي في الصاك، أعطيها لي. ربي سهل، مخي راه ويوجع، ما تخلينيش نكسر عليك قاع الدنيا. أعطيني دراهم. كيفاش نعطيك باش نكملوا الشهر؟ الله يسهل، بيعي قشك، بيعي بنتك، ماشي بروبليم ديالي. أنا تعطيني دراهم. تهضر على البيعان، أنا بعت كلش، كش بقى لي في الدار. أعطني دراهم. الله يهديك، هذا ما نقول. وعلى ما تروحش تخدم وليدي، ها هو القهوة هذاك قال لي بعتيه أنا نخدمو عندك. ما نخدمش عند الناس أنا. وأعطيني دراهم. لا أنت مولف بحاجة واحدة برك، أنك تحقرني من اللي مات بابك وأنت هكذا. يا جوست الله، أنت كليتي له راسو، أنت حبستي له قلبه وكليتي له راسو، أنت سبابو، أنت سبابو، أنت افتحي الباب، أنت سبابو، افتحي الباب. حل الباب عكسرو على راسك ونأكل لك راسك. أنا حقار يا عجوزة النار. حل الباب، أنا نعتبر معاك. حل الباب، حل الباب، حل الباب عكسرو كبير. وقلت كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنب. الله أكبر. أصحاب السعير. الله أكبر. إن الذي الله أكبر. 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 والله دايرتهم عجوزة النار هذه. أنا بالي بغير هنا. ترى أي والله هذا شو خليك بخليك روشي بارك فيكم هان تقبل لكم ربنا شاركم في هذا الله ربي خليك الله يرحمه ويسامحه ان شاء الله. عظم الله واجركم.
إن لله راجعون. هذه هي الدنيا قاع رايح ليها يا أخي. تقولها بالرحمة هذا وش كاين؟ وش ما كان رانا الأخ بيخليك. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم جنبها عذاب القبر وعذاب النار ونار جهنم وحفر جهنم، اللهم اجعلها من أهل الجنة ومن جنة فردوس، اللهم صبرنا عليها. مانيش مآمن يا يمه، والله ماني مآمن. كنت نهضر معاك فصفص دوك راني نشوف فيك تحت التراب. ايه تم شت والو، معايا سكن تحتي نسمع كل شيء. يعني نقول لك يماه كانت لها بالمخبط، يضل يضرب فيها ويضل تعيط ولا شفقة على رحمه. نقول لك حاجه، والله غير كاين ربي، والله ربي خلص وعينيك تشوفها يعني. والله ما ديرها هكا رجال. واش وصلك؟ اشواي اش تخزر فينا هكذا؟ ماشي لا شمتك امشي يعطيك الصحة. روح خير كامل واش تقول له؟ صحة عيدك ولا عدم الله وجرك يا خويا. زاد جاته مع العيد وزيد اليمات، والله العظيم إلا راه غايدني. راهو كاين مهبول مسكين كان قريب اليمه ربي يرحمه. صاحبي المرة اللي فاتت جا عندي الحانوت عبيك، واش قال لي؟ قال لي الحاجة اللي تخص يمه في هذه الدنيا نجيبها لها، على بالك باللي يمه هي عينه. وزيد هو الكبير تاع الدار كلش طايع عليه يا خو. شهادة لله رضا راجل للزوم، عبالك باللي كان متهلي في يمه خاوته مسكين. ربي معه ربي معه، والله راه غايبني مسكين. يا وليدي ما عندك يا وليدي. ماشي وليدك كالوش عندك دوك دي سندي لك في وجهك. حدي بو خبز دراري ياكلوا الحجر يموتوا بالشر، ماشي بروبليم ديالي. راه واش عندك؟ راه اكتيفي امشي. صافي فهمت اياد؟ سما سباب في 46. اه ادرك حسب لي كامل هادو ومن بعد جيب لي الكاي. اوكي صافي فهمت.
إياد. روح تقرأ. ولي. هيدا. كوراج. في وقت مش بعيد علينا اخترعنا انترنت. بيبي عنده قدرات كبيرة، كيما كاع الصغار بدأ يمشي ويطيح، بالصح تعلم بالخف، كلش كان مليح، حتى الحق وقت وين كلش تبدل، تبدلنا وبلاك بلا ما نفيقو. لقينا رواحنا متفرقين وما شفناش باللي انترنت هو اللي راهو يسوفري. لو كان برك نتحدو ونكونوا ملاح مع بعضنا ونحلو التخمام السلبي، راح نقدروا نرجعوا له الفرحة تاع زمان. رانا كامل مسؤولين على انترنت، وعلى هذا من هذا رمضان هاي نتهلاو فيه مع أوريدو. لكل تعبئة 2000 دينار وأكثر استفيدوا من 50 جيجا مهدات، وساهموا ب 50 دينار لصالح الأطفال المعاقين. عبئوا واستفيدوا في هذا رمضان. الحقار يا أخو، والله غير الحقار يا غادي نهداك الشيخ، لا قطع لي قلبي يا دوك. انت انسان كبير قد باباك طاقريسي، هذه رجله والله ما رجله قايتك. انت ماش توالو يا سيد حبيب قريسي الامام تاع الجامع، معليش سيد ماش عارف روحه واش يدير. كم شي ولاد الحومه دخلوا رواحهم مبروط كاع بالكاشي. لا غير طغى داك البنادم، لا غير صح طغى يا خالتي الزهرة مسكينة، والله غير هو اللي راح يكمل عليها ويقتلها مسكينة. اصبر شوف ما يطولش، ما يطولش ويقربعوا له الدولة. السيد غير هنا في الحومة راه ما قال لي أربعة ولا خمس عباد، هذه حالة هذه. المهم يا أخو، وهذاك الموديول طلعتو؟ تفكر فينا بالقراية دروك، إيه طلعتو، بصح ماني مبريباري والو على بالك، راني مراتي بزاف. زي روحك يا اخويا، لا غير زي روحك، كان قريب ليزيكزام وما كش ما تنافيكي. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا اد العيش يا اخو، نطلع نصلي هذاك هو. ايش ما ربي يغفر لنا يا دينها كحلا هي. روح روح. استغفر الله، مش هاك انت تحب دير الخير؟ هاد الحومه كامل يحبوها، نصهم كامل حضرت العرسهم. كانت مهبلتني على الصلاة رضا، توضيت صليت. ايه نعقل مسكينة. شتي الجنازة تاع الله يبارك، ناس جاوها بارتو. تعلمني فيها رضا، شكون ما يبغيهاش؟ والله العظيم غير راني حاسس روحي عايش في منامة، مانيش مأمن. الدنيا ما كان والو عباك رضا، الموت تاعها زعزعتني تالمو حتى انا مانيش مأمنة، راني غير نخمم باش ندير الحجاب. قلت للشهر تقولي لي ندير الحجاب، تروحي صدر كوميرسيال تبدلي رايك. ماما جات كتاش انت هالشاب بصح رضا، هيا نخرجوا الدراري ونخرجوا ندعشوا برا، نضربك شوية هواية. في رايك ياسمين وقت الخرجة دركا؟ بابا ربي يخليك، هو في قلبي همبرغر. بيسي كبير الطفل هذا، خرج ليك هذا. هيا كيراه في قلبك، عيط لاختك وهي نخرج. وي انيا، انا راح ناكلو همبرغر. انيا شتاكي يغزر فيك؟ شحال كانت تحبو المرحومه. واش جديدين يا اخو؟ تزير
أعطينا مريود غدي ونخلصك فيها. جبر كل يوم حكاية واحدة يا أخو، كل يوم كل يوم جي لي هكذا يا أخو. علاش كل يوم حكاية واحدة؟ أعطي لي مريود غدي ونخلصك فيها، غدي داخلي لي دراهم نخلصك فيها. جبر يا أخو، حشيش بلاد رخيص، بلاد بالراس والملايين، وأنا نسالك مليون. يا أخو هذا مريود تاع مليون راك تحكي عليه، قلت لك غدوة إن شاء الله نخلصك فيها. يا سي بودي دين قال لك غدوة نخلصك، عندك ليون وخلاص. شبيك؟ يا 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 يا. أصبر يا أخو، نجي أخو. صدوق سلعة الله كانون واش الحومة أول حاجة انت أبو شخصك يا أخو شكرا يا أخو يا حبيبي أسمع بالك في الأخر جابر يديك تعرف صح حبيبي كيفاش جابر أبو يا أخو أو جاك في وكلي يديسي ما يشتوش أنا راهو يا أو قدامك يا جابر يا أخو الريس كان نديه وحدي يا أخو كل يوم جيني بحكاية وحدة يا احسن هون يا أخو يا أخو عطينا مرود وغدوة خلصك يا غدوة خلصك فيها ديدي شوف أنت أسس باطلك تزير باطل يا شوف شوف راجك اليوم والله حبيبي سلام واش حومة أول حاجة ديك شخصك يا أخو يا حبيبي ملاحظ كيف هذا البارح صح ضعف يا اخو يا اخو بقى قول سبيريس لات المولوك هذه يا اخو دوق هاو بعد غدوه ساعه راح دير لي ابوني عطا الله حبيبي بالك في الخرجه صح اخو واش درنا جابر انت زعما كي جيت خويا وصاحبي وكذا يا هكذا هكذا تحشم فيا هاك يا اخو بدون قعدوا نحكوا هاك حبيبي هاك اخو يا اخو حسن عاوني انا خساره ندي فيها وحدي يا رجل برا ورجل في الصاله يا بصح الفواياج توب توب هو التالي قبل ما تموت المرحومه والفواياج دو نوز تاعنا رضا معليش نعاود نديكم بابا مي ا كونديسيون لازم يكون في البحر اي لا بيسين ها انت تبغي غير لا بيسين بس كنت تعلمت هاد الايامات تعوم شنو هذا عندنا مشتبه به راه عندها دي فوبي لا لي زاكسيسوار فوبي اللي عندي تاع تورناج يتورنيت ليهم مسلسل وعلاش خليتهم عندك يا رضا واش خليت عندي ما شتيش واش فات عليا الموت تاع المرحومه تورنيت كملت حطيتهم في في لامال ايه بصح لو كان رديتهم لا برودكسيون رضا دوك نبقاو في مشاكل هكا الله يهديك يا رضا والله الله يهديك
مانيش عارف اللي عنده ترخيص ولا ما عندوش، دوك نسقسيه. الاخ نعم، اسكو عندك اوتوريزاسيون؟ بيان سور كاين اوتوريزاسيون، بصح ماشي انا شركه الانتاج اللي تورنينا معاها. انت هنا عندك اوتوريزاسيون ولا ما عندكش؟ لا دوك ما عنديش هنا يا سير بلاص. طيب المشتبه به ما عندهاش ترخيص ولا اوتوريزاسيون تعرفوا به. شفت رضا دوك هو غادي يوصل لوطرو. ما كان والو، واش بك؟ سامبل كونترول دو روتين، واش بك؟ هاي بدا دوك دوك تخلص، ماشي مشكل، ما تقلقيش. هي واش بكم انتوما؟ روسيا صح. الاخ طفي الموتور تاعك ونزل دقيقه. بلا ليمينوت. ليمينوت على القانون الاخ. بابا رضا، بابا أنيا ما تقلقوش، إياك ما تقلقوش. ممنوع من فضلك عاود يكوي في السيارة تاعك مدام. بابا اسكت رياض، اسكت ولدي، ساي ساي اسكت ماما، اسكت ماما ساي، ما كان والو ما كان والو مدام، ما تقلقيش روحك. كيف بغيتنا ما تقلقش، دير راجلي هكا بلي مينوت، واش كاين؟ شا دار والو ما دار والو مدام. عندو الكوميساري ونديرو معاه إجراءات عادية، وحنا نتكفلو بكم بالدراري داكور. إيه بصح ما دار والو، قالكم بلي عنده لوطوغيزاسيون، دوك يجيبها لكم غدوة، يجيبها لكم، علاش راكم ديرو كيما هكذا؟ مدام دوك حنا نتكفلو بكم داكور، أنا عارفين خدمتنا واش غندير. استغفر الله يا ربي يا ربي. ساي ماما ساي بيبي، يا يا سيدي يا سيدي، كاين والو ما تخافش خلاص. أريد نتهلاو في الانترنت لأنه في كل الأحوال فيها خير لكل الناس. في وقت مش بعيد علينا اخترعنا انترنت. بيبي عنده قدرات كبيرة كيما كاع الصغار، بدا يمشي ويطيح بالصح، تعلم بالخف، كلش كان مليح حتى لحق وقت وين كلش تبدل، تبدلنا وبلاك بلا ما نفيقوا
لقينا رواحنا متفرقين وما شفناش باللي انترنت هو اللي راهو يسوفري. لو كان برك نتحدو ونكونوا ملاح مع بعضنا ونحلو التخمام السلبي رح نقدروا نرجعوا له الفرحة تاع زمان. رانا كامل مسؤولين على انترنت، وعلى هذا من هذا رمضان هاي نتهلاو فيه مع أريدو. لكل تعبئة 2000 دينار وأكثر استفيدوا من 50 جيجا مهدات وساهموا ب 50 دينار لصالح الأطفال المعاقين. عبئوا واستفيدوا في هذا رمضان.